أب على جد من منطقة البلات. أنا 73 عام وجد جد جد جدي يعيش في المنطقة هذه. ما صارش، كانت بياتنا وجدودنا ما صارش. وكي جدت أولادها الشباب تو هي عملت شاطح وباطح، عملت شاطح وباطح وفرقت. أنت بنتك عندي وأنا بنتي عندك، منين نشوفوكوا بعضنا إحنا اليوم وإحنا لقمة العيش. ما جايين لا مش نطلبوا في شهريات، لا جايين نطلبوا في عانات. خويا يتحل هنشيرنا وتتحل حرثنا وطيارنا كما كنا. اقبل نحرثوا ونعطوا بالباي ونعطوا بالخمس وتجينا التبن وتجينا النعمة. احنا اليوم رانا لقمة العيش، رانا جواعة، رانا محتاجين. راهو شبابنا وسعينا مش يموت. راهي البهايمنا نربطوا فيها في الظف، البهايمنا تاكل في الظف اليابس. احنا نهار اللي جينا للمعتمد للوالي ووعدنا الوالي وروحنا ربي اعطانا بالغيث النافع وشبعنا بالمطر، يلزمنا نستحمدوا الرب. القرار يعطينا القرار كيما وعدنا الوالي، قال تحرثوا وطياتكم وكيما وعدنا. اليوم شنو يظهر له؟ علاش يدور؟ علاش نحنا رانا مش نروح الفلاحة، رانا ما نبطلوهاش. عمنا ولا الحرث واقف، السنا يقول نوقف الحرث. يستحيل يستحيل لكان الحرث يوقف ونحنا مش نروحوا والتراك دورة تدخل وتحرث ويتحمل مسؤوليته السيد الوالي. نحنا جينا لا نسرقوا ولا نخطفوا، وراي الكورونا كلتنا ما جيناكش نطلبوا في كيلو مقارونة ولا في حكة طماطم. نحنا رانا ناس بخشومنا وناس راه عندنا الكرامة. اللي عنده سنتاج خليه يخدم على روحه، انا نفرح ب 10000 نهار اخر كي نخدم عنده. واللي عنده لوطا معونة، انا نحب نحرث معونتي، عندي معونة قاعد نحب نحرثها. راي لقمة العيش رانا ما لقيناهاش، ودجاجة ما لقيناش باش دجاجة أصل ما لقيت ما نعطيه. ناي ناخذ في خبزه، نقسم الخبزه بيني وبين الدجاجه، ما لقيت شنو اكل هنا الدجاجه. ناي حابسه، صحيح جي قاعدين ولادنا قاعدين وبناتنا قاعدين ونساوينا قاعدين، تجيش الكاميونات تهزنا نخدموا ب 10000 نروحوا ونخلوا متاعنا ونخلوا متاعنا. ما يجيش من حنا ما طلبنا. جيناك نهار الفلاني قلت له ارجع القرار نهار الجمعه، هنا سلمنا في رواحنا وجينا نهار الجمعه. اطلع عنا اسمعني باش نحنا مش نطلعوا تراكتورنا ونحرثوا. واحد يطلع تراكتور ويحرث، راهو فما شكون مش يتعرض. رد بالك اللي مش نحرثوا به، راهو تو فصل الموسم نتاع الحرث، راهو فصل الموسم نتاع الحرث، راهو يطلع التراكتور ويتضرب، راك انت تحمل مسؤوليتك. قال انه عندنا هنشير اشتراكي نتصرفوا فيه من 1897 ودخل الاشتراكيه في 1964، وقاعدين الناس كل تتصرف في الاراضي بطريقه فرديه الى حد هالساعه اللي رانا عملاول. فهمتني؟ جاء الوالي خذا قرار قالوا انا حبس الاستغلال كامل في الهنشير كامل على الناس الكل، والمنطقه هذه حياتها كل مربوطه بالارض هذه، سواء في الزراعه نتاع الحبوب البعليه ولا في الخضر ولا في معناها الامن نتاع الغذائي نتاع المنطقه مربوط بك الارض هذيك، ما عندناش حتى سورس اخر نحن نعيشوا منه. عاودنا بقينا رجعنا للسيد الوالي اكثر من مره وديما وعود، ها مش نحلكم الحرث، ها مش نحلكم الحرث، هاي ثم مشاكل، هاي ثم كذا، واللي هي في حقيقه الامر ما ثمش مشاكل. ثم مجموعات قاعدة توصل في معلومات غلط ومغلوطة، وقلنا له نجو إذا ثم حكاية معناها فيها اللي تحكينا فيه ثم قضاء، راه مش يتفض بالطريقة هذه. اللي ما راعنا النهار ثلاثة كي قابلنا السيد الوالي قال راهو آخر الجمعة باش نحل لكم الحرث ويرجع كما كان عليه، حتى ايش للسلطة المعنية فهمتي تقوم بالإجراءات في التسوية. اللي طالبينه اليوم أنه فهمتني يسيبنا الحرث، الناس ترجع تحرث على أرواحها كما كانت من 1897 إلى يوم هذا. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.